حول الموضوع من القمشلي ينضم لنا السيد ريزان كيلو رئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية. سيد ريزان مساء الخير، أهلا بك معنا. المعارك تشهد في الرقة، لو تحدثنا عن ماذا يجري بالضبط على الأرض في مختلف الجبهات، ما المناطق التي حررت إلى الآن؟ تحياتي لكم ولكافة مشاهدي قناة الكريمة. طبعا بداية الرحمة لجميع شهدائنا الشهداء حمل الكبرى لتحرير الرقة، الشفاء العاجل لجرحانا من مقاطعي قوات سوريا الديمقراطيه والفصائل التابعه لها. طبعا مدينه الرقه تحريرها قاب قوسين، يعني من الجهه الشرقيه والغربيه تقدم حذر من الجهتين في الايام الاخيره، كون التنظيم الارهابي داعش يستخدم المدنيين بعض المدنيين كدروع بشريه تفادي تقدم قوات سوريا الديمقراطية وإيصال الجهتين الجهة الشرقية والغربية والاتفاق قواتنا معا في منتصف المدينة. طبعا من الجهة الشرقية هناك اختراق لسوق الحي القديم، وهناك توغل ضمن الحي القديم، وطبعا تقدم كان بشكل دقيق وبشكل منظم، تم التقدم بالحي وتوسع على الجبهة على 7 جبهات داخل الحي. وايضا من الجهه الغربيه هناك التقدم، والهدف هو الوصول الى المساكن، والوصول الى المساكن هو النقطه الاقرب الى منتصف مركز المدينه. يعني الهدف طبعا هو تقطيع وصال مدينه الرقه من الشرق الى الغرب لقسم ظهر هذا التنظيم و ضرب جميع مرتكزاته الاساسيه في الحي القديم. طبعا هناك تمركز كبير كان لقوات داعش، وايضا للمساكن، المساكن تاخذها داعش كنقاط استراتيجيه لها، فعند الوصول من الجهه الغربيه الى المساكن، وطبعا تم الاختراق الحي القديم، سوف يكون هناك ضرب النقاط الاساسيه الاستراتيجيه لداعش. طيب سيد ريزان، الآلية العمل العسكرية مع التحالف سواء من خلال ضربات أو أيضا من خلال مقاتلين منتشرين على الأرض، وأيضا هل وصلتكم أسلحة جديدة؟ طبعا نعم، هنا على الأرض طبعا قوات التحالف الدولية كل تقدمنا باتجاه مدينة الرقة لتحريرها هي بمساندة قوات التحالف الدولية بضرباتها الجوية. طبعا هذه ضربات تقتصر على مناطق داعش تحديدا، وهي ضربات حذرة جدا لتفادي وقوع إصابات بين المدنيين. طبعا التحالف الدولي مستمر أكثر من فترات سابقة في دعمنا عسكريا ولوجستيا، وحتى بزيادة أعداد المقاتلين الأمريكيين تحديدا ضمن وحدات التحالف الدولي أو قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش. طبعا هذه المساعدة هذه لإدلاء أكثر أو تزويدنا بالمعلومات الاستخباراتية والتقنية، وهذا ما يسهل عملية التوغل داخل مدينة الرقة. نعم هناك دفعات تصل إلى روجافا وشمال سوريا، دفعات أسلحة هي لغرض تحرير مدينة الرقة، هي أسلحة أيضا نوعية، ومؤخرا هناك أسلحة مضادة حتى للدروع، وحتى هناك دعم بصواريخ لتفكير جبهة إلى الأمام باتجاه الرقة أو جبهة الرقة. نعم، دعم أسلحة نوعية في هذه الجولة. شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيد ريزان كيلو رئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القمشلي.